أيها الأحباء، في هذا اللحظة الكنيسة المقدسة تتذكر زيارة ابن العذراء لإليصابات والكتاب المقدس اللي قريناه على أسامعكم من إنجيل لوقا. يعطينا اليوم فكرة إيش عم بيصير لما الناس الطيبين، الناس المباركين، ناس القديسين لما يلتقون في بعض، شو عم بيصير وشو يكون الحكي. ابن العذراء بسرعة راحت لإليصابات قرايبتها، وابن العذراء هي تشخص أو تمثل البشرى السارة اللي هي في يوحنا 15:15: ما أسميكم عبيد، لأن العبد ما يعرف سيده إيش يعمل، لكن أسميكم أحباء، لأنه خليتوكم تعرفوا كل شيء اللي سمعتوه من أبي. شو الفرق بين العبد والحبيب؟ في فرق كبير. العبد إذا ما يعمل تقول ما تعلق لي لخمتي، يعني المجبورية بيعمل، بس الحبيب ما يفكر في المقابل، يعمل من حبه ويعمل من حريته. فأمن العذراء اللي تحمل البشرة السارة هي عم تعيشها. شلون بتعيشها؟ بتروح بفرح، وتروح في إرادة، وتروح بمحبة، مو من مجبورية، راحت من إرادتها وسريعة. ليش؟ عشان تشوف إليصابات اللي كمان ربنا فرح قلبها وقلب زوجها الكاهن زكريا، بتشوفها تساعدها تكون معها. فأين راحت؟ يقول الكتاب المقدس راحت لعند إليصابات إلى الجبال، إلى مدينة يهوذا. وطبعا في الكتاب المقدس في هذا المقطع أو كل المقاطع أو حياتنا المسيحي ما في شيء أبدا صدفة. الأجبال في يهوذا أشي يذكرنا طبعا معلمنا لوقا يعرف هالأشياء كلها. في دور داود الملك التابوت العهد القديم اللي كان فيه الوصايا الفلسطينيين كان أخذوه، فملك داود راح عشان يرجع هذا التابوت وشافوه وحطوه على عربية تودوه لمدينة داود لأورشليم. فهل جبال، جبال خاصة جبال يهوذا اللي تابوت العهد القديم كان هونيك، وابن العذراء بتروح لجبال يهوذا عشان تتسلم على قرايبتها؟ هي اللي بنعمة ربنا صارت التابوت العهد الجديد، بدل الوصايا مكتوبة في على الحجر، كلام ربنا على الحجر الكلمة الحية، الآن في أحشاء ابن العذراء وصارت هي التابوت العهد الجديد. داود الملك قال شلون تاخذ أو شلون التابوت ربنا توديه للمدينة أورشليم؟ يعني كثر هيك فرح واتعجب وبقى فرحان كثير وفكر انه يخلي هذا التابوت، وبالفعل خلاوها هناك 3 شهور في بيت واحد اسمه عبد ايضون. ويقول الكتاب المقدس في صامويل الثاني 6 انه اتبارك هذا البيت وكل الناس فيه. فابن العذراء لما ذهبت وراحت عند قرايبتها إليصابات، البيت كله اتبارك، إليصابات وزكريا وحتى يوحنا المعمدان اللي كان في بطن أم إليصابات كمان فرح وتحرك. فنحن نعرف داود الملك
لما كان تجيب هذا التابوت من كثر الفرح كمان عبر عن فرحه شلون؟ رقص. فيوحنا المعمدان هو كمان فرح لما حس انه تابوت العهد الجديد موجود، سيدنا يسوع المسيح الرب المتجسد، هو كمان من فرحه اتحرك ورقص. ونلاحظ كمان لما الزيارة المباركة تكون شلون يكونوا الألفاظ، يكونوا ألفاظ حلوة روحية لمنفعة ولبناء. ابنة إليسابيت لما شافت مريم اجت هي كمان عبرت عن هالفرح بكلمات كثير حلوة وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. والكنيسة تضيف سيدنا يسوع المسيح، طبعا هي سلمت على ابنة العذراء سلام حلو مثل ما الملاك جبرائيل لما أجا وبشرها كمان سلم عليها سلام حلو جدا. هيك كمان نحن نتعلم من أمهاتنا المقدسين، نحن كمان لما نزور بعض، لما نزور الأحباء الأهل، كلامنا يكون مفيد، يكون للبنيان، يكون شيء حلو. في هالحكي كله أو الحوار اللي صار بينات ابن العذراء وإليسابات كان في مجد وكان في تعظيم لربنا، لمحبته، لرحمته. فالمجد هو دائما وابدا لسيدنا يسوع المسيح ربنا وإلهنا. فابن العذراء وحتى إليسابات، لان احنا كثير مرات نذكر ابانا القديسون القديسين اللي علمونا وعطونا والى اخره، بس عندنا امهات روحيين كمان. فاذا نحن نسال، اذا اسالكن ابن العذراء هي قدوة تبعنا، هي ابنة، شو بتجاوب؟ شو بتجاوبون؟ نعم وهيك. نعم. لأنه هي صارت بنعمة ربنا أم لربنا، وهي بالفعل قدوة لكلياتنا. نحن لما نكون فرحين فشي نحب نبين هذا الشيء يظهر، مو هيك؟ إذا كان بالبيوت أو إذا كان في الكنيسة أو أي مكان وحدا نحبه نعمله صورة هيك حلوة مرتبة مشان دائما نذكر ونتذكر سيرة هالإنسان الفاضل أو فاضلة. وهيك كمان في الكنيسة نحن نزين الكنيسة في الشخصيات الروحيين القديسين اللي سيرتهم حلوة جدا، ونطلع فيهم ونتذكر فضائلنا. وحتى في الكنائس السويدية اللي ما فيها أيقونات وصور القديسين لازم نعتبرها شيء إيجابي، تأثير إيجابي، إنه هن كمان اليوم بيحطوا أيقونات على القديسين ومن العذراء موجودة. فلما نشوف صورة ابن العذراء إيش بنشوف؟ نشوف تواضع، نشوف حشمة، نشوف هيك إنسان تقي. فنحن إذا نشوف هالأشياء كلها، الاحترام والتواضع والحشمة، وإذا بالفعل نحن نقول إنه هي ابنة وهي القدوة تبعنا، أين بقت الحشمة والتواضع والاحترام في مناسباتنا، حفلاتنا، في طلعاتنا، حتى في الكنيسة؟ هي ابني، هي خدمتنا، نحن أولادها، نحن. فالكلمة الروحية هي مثل مراية روحية لنا. لما نسمع على هالزيارة المباركة الكلمات الحلوين والمفيدين،
ونراجع نفوسنا شوي، هل ترى نحن زياراتنا يكونوا هيك كلام حلو ومفيدين لبناء أو يكونون غير شيء؟ قلنا العذراء اللي نفرح فيها ونفتخر فيها ونزين بيوتنا في هالصورة الحلوة وكنائسنا، هالفضائل الحشمة والتواضع والإيمان والاحترام وإلى آخره، لما نشوف حالنا في هالخدمة الروحية الحلوة شلون نشوف المراية؟ شو عم نشوف في المراية؟ نحن كمان ماشيين في الحشمة باللباس والكلام، ماشيين في التواضع والاحترام ولا لا؟ هاي فرصة ذهبية، نحن عم نهيئ حالنا لعيد صغير، حتى إذا شفنا شيء في المراية، يعني نحن لما نشوف حالنا في المراية صبحيات، ليش عم نعمل هذا الشيء؟ مشان أقول لحالي يوسف أنت صورتك أشبشعة وأنت ما تصلح، لا بالعكس، إذا دقن شوية كلام أزبطه للأحسن، الشحفة مي مزبوطة أزبطها للأحسن. هيك كمان لما نشوف الكلمة الروحية أو وصايا ربنا أو ابن العذراء نشوف شيء مو مناسب، هذا مو معناته لازم نضغط على حالنا ونقول ما تصلح ومجد تيجي للكنيسة وإلى آخره، بالعكس نحن نشوف حالنا في المراية حتى نعمل شيء أحلى وأكوس. فلما نحاسب نفوسنا، لما نراجع نفوسنا، لما نشوف شيء مو مناسب، نحن لازم نختار الطريق الكويس، نقدم توبة، نتصالح، نعمل الأحسن. لما نشوف هالصورة الحلوة الجميلة، خلونا نفكر نحن شلون عم نعطي الصورة للأخوة والخوات. لما أكون في المناسبات، الحفلات، الأعراس، في الكنيسة وإلى آخره، ابن العذراء، ابن الحنونة، القدوة لكلياتنا في التواضع والإيمان والاحترام والحشمة. طالما عنا أم هيك مثل ضوء مشعولة لألنا، خلونا نتعلم منها، خلونا نحن كمان صورنا اللي عم بنحطها في الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره كمان يكونوا صور يليقون لسيدنا يسوع المسيح وابن العذراء، لأنه نحن من نحن من هالعالم. إذا كنا من هالعالم العالم كان يحبنا، لكن شو عملوا بسيدنا يسوع المسيح؟ ما حبوا، لأنه كان ماشي هو الحق والطريق والحياة، هو الحق. فالإنسان اللي يمشي في الحق ويحب الحق يجي للنور، لكن الإنسان اللي ماشي بالعتمة وما يحب النور ما يجي للنور كمان. فمن هيك ربنا يبارك فيكن، الله يقويكن أنه أجيتن في هذا اليوم المبارك وقدستن يوم الرب. ربنا يعودكن محبتكن وتعبكن، ونطلب أنه يكمل عمله فينا وفي العالم كله بشفاعة ابن العذراء قديس مور مرخوس وكل القديسين أجمعين. آمين. قبل ما نكمل القداس نبقى هيك شوية في حضور ربنا وبعدين نكمل.